السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى تكونوا جميعا بخير وفي أفضل حال وبصحة جيدة. قبل أن أبدأ أتمنى أن تشاركوا في القناة وتضعوا لي إعجاب للفيديو وكذلك تعليق، سيكون ذلك من دواعي سروري. أتمنى لكم كل الخير والسعادة، واليوم إن شاء الله سوف أتكلم عن موضوع، يعني غنبدأ به واحد الموضوع ديال واحد الشخصية اللي تقدر واحد شخصية واحد الصفة اللي كانت في واحد الشخصية أو في واحد الشخص، إذا وجدت هذه الصفة في أي شخص فاهرب واتركه ولا تعيد الكلام معه، لأنه لن ينفعك بشيء، فبالعكس سوف يسمم حياتك ويجعل منها ستعيش في حزن وكمد ونكد مع هذا الشخص. أنا أتكلم عن واحد الصفة اللي هي الإنسان أو الشخص الذي يحب الجدال، واللي كي يبقى كيدي معك ويجي معك في الهضرة، أو اللي كما كنقولوا حنا كيبقى كيهضر معك وكي الكلام ديالو كله لا تأخذ منه لا حق ولا باطل، ولكن هو عنده هذه الصفة ديال الجدال، هي كي الكلام ديالو كله ما فيه ما تبقى تكلم معاه وتناقش معاه وتتكلم معاه وتعاود، وفي الاخر ما كتوصل حتى شي نتيجه. لذلك هذا الشخص هذا بعد منه، ما عندك ما دير به. الانسان المجادل الكثير الجدال في اي موضوع تكلمتي معاه يبقى يتجادل معاك، يبقى كما كنقولوا حنايا في اللغه العاميه المغربيه كيبقى يتقابح معاك، ما كيخليكش تكمل هضرتك، وكيبقى هو اللي كيهضر، هو اللي عنده الحقيقه كلها، وهو اللي عارف كل شيء، وانت خاصك ضروري ومن ضروري ومؤكد انك تسمع ليه هو بوحده، وهو اللي كيقول كل شيء صحيح وانت ما كتعرف حتى شي حاجه، وكيبقى كيتكلم ولو انك تحاول ما امكن انك تقنعه بكلامك هو بالكلام ديالك وبما تقول او بالفكره اللي عندك، هو لن يسمعك وما كيتهاش فيك وما لا يهتم بك ولا يبالي بما تقول. هذا الشخص، هذه الصفه الخبيثه اللي كتكون في بعض الاشخاص، حنا كتكون بعض الاشخاص يكون في هذه الصفه ديال الجدال، كيبقاو يتجادلوا ويدوا في الهضره ويجيبوا فيها، وكتحس انت انك قربتي تقنعو بشي حاجه وهو كيبدا لك من صفر عاوتاني، كيبدا يتناقش معاك وبدا يسول نفس الكلام يقال ويعاد، نفس الكلام يقال ويعاد، وهو متعصب لكلامه وكتحس في الكلام ديالو فيه تكبر وفيه تعصب. لذلك هذا الشخص اهرب منه، لست ما محتاجش لهذا الشخص في حياتك على الحق، لانه سوف يجعل من حياتك يعني كلها جحيم، كلها نكد، وكلها حزن، ويعني وتوجد في يعني سوف يعني تخرج منه واحد طاقة سلبية خطيرة جدا، على حيث ستحس يعني مع مرور الوقت ستحس بالإنهاك وتحس بالتعب وتحس بالإرهاق، لأن الشخص لا يعطيك أي شيء يعني جديد، لأنه كيخليك تبقى تهدر تتكلم، انت كتكلم معاه هو كل كلمه قلتها سوف يجادلك فيها ويحاول ان يقنعك دائما انه هو اللي على حق، هو اللي عنده الراي السديد، ويجب عليك ان تقتنع برايه. وهو انسان عنيد يتمسك برايه ومتعصب له، وما كتقدرش يعني تبقى هو في الحقيقه ديالو، او ان هذا الشخص هذا الهدف ديالو من هذا الجدال ليس هو اظهار الحق، ولكن اظهار انه يعني يحب ان يظهر لك انك يريدك ان تتنازل، او ان يعني نعم ان تتنازل عن رايك والاقتناع برايه، لانه سوف يتعبك، يعني ما غاديش يخليك، سوف تحس بالتعب وبالارهاق النفسي والارهاق الجسدي بهذا الطريقه هذه ديال الكلام معه وبكل ما يقوله لك. انا هذه الشخصيه هذه كما قلت، يعني اذا عرفتها او تعرفت عليها في يوم من الايام، وكنت في الاول لا تعرف، انا ما كتعرفهاش، ولكن من مع مرور الوقت تعرفتي عليها وعرفتها، ابدا اتركه واذهب، ولا يعني ولا تعيد الكلام معه، لان هذه الخصله
أو هذه الصفة هي صفة ذميمة جدا. يعني هناك يعني بعض الجدال المحمود كما يقولون، هناك جدال مذموم وجدال محمود. الجدال المذموم هو ذلك اللي تكلمت لكم عليه، لأن إنسان إذا كان الجدال يعني لا نتيجة منه ولا نحتاج إليه، يعني هذا الإنسان هذه الشخصية هذه ديما تبقى تكلم عليك على نفس الحاجة وكتعاودها لك، وكيحاول ما أمكن أنه يقنعك برأي ديالو، خا يكون رأي ديالو خطأ يحاول يقنعك به، ويحاول يجعلك يعني أنت إنسان يعني لا رأي لك ولا قيمة لك. هذا الإنسان أنت ما عندك ما تدير به، اتركه وابتعد عنه، فلا خير فيه. كما يقولون هناك الجدل المحمود. الجدل المحمود هو أنه لما أكون أنا على حق والآخر على الباطل، وأنا أحاول أن أجادله وأناقشه في الأمر، هذا يسمى نقاش لإثبات الرأي. ولكن النقاش المحمود يكون مبني على أسس علمية، على أسس حقيقية التي يعني تدافع عن شيء، كأنك يعني تدافع عن شيء وأنت تعرف أنه حقيقة، وأنه هذاك يعني تدافع عن مبدأ حقيقي، تدافع عن شخص مظلوم، تدافع عنه. هذا يعني ممكن أن يكون فيه الجدال لإثبات الحق ولإظهار الحق، هذا جدال محمود. أما كما قلت الجدال المذموم وهو ما تكلمت عليه سالفا، وهو الذي يعني نحن لا نحتاج إليه ولا نريده، ولا يعني كما قلت هو مع مرور الوقت سيجعلك تحس بالإرهاق والإنهاك والتعب من هذا الشخص. فإذا تعرفت عليه ولكن مع مرور الوقت عرفت يعني وصلت أن نتيجة أن الإنسان هو إنسان كل يوم يجادلك في أي أمر، في أي شيء، في أي ولو كانت نقطة صغيرة في الكلام يبقى يجادل معك فيها، تحس يعني واحد كتخرج واحد الطاقة كبيرة جدا، وباش لأن لكي تتعايش مع هذا الشخص، ولكن في الأخير لا يمكنك أن تتعايش معه، فاتركه واذهب، لأن لا يمكنك أو لا يمكنك، نحن جميعا بشر وعندنا واحد الطاقة اللي كنوصلوا لها، هذيك هي القدر ديال الطاقة اللي كنتوفروا عليها وما نقدروش نمشيو أكثر منها. إذا نترك هذا الشخص ولا حاجة لنا به، لكي نستطيع أن نعيش حياة عادية، حياة مثل جميع البشر، لأن لا يمكن الإنسان أن يكون دائما على صواب، ولا يمكن كذلك أن يكون دائما على خطأ. وعندما نتكلم عن في أي موضوع يمكن أن أكون على خطأ، ويأتي من يناقشني ويصحح لي الخطأ، هذا ليس عيبا، هذا مش عيب. بزاف الناس يقولك أنا لا عارفني، يكون فيه داك التكبر الغرور، يقولك أنا لا، يقول يعني لا كنت هذا الانسان عرف الخطا، لا تنازلت وعرف بانني اخطات، سوف يعني ينقص مني او ما يبقاش يحترمني كما كان. لا هذا غير صحيح، لاننا كلنا يمكن ان نكون على خطا، وكذلك يمكن ان نكون على صواب. واذا وجدنا من يصحح لنا اخطاءنا فهذا ليس عيبا، وجزاه الله كل خير كل من يريد أن يصحح أخطاء الآخرين. ويجب أن نسمع ونتدبر، لأن كل إنسان كل في هذه الدنيا أو في هذا العالم كل إنسان عنده فكرة، والأفكار تكمل بعضها البعض. إذا استطعنا أن نسمع وأن نفكر وأن نحلل ما نسمعه، كونوا أكيدين أن أو متأكدين أن النتيجة سوف تكون لصالحنا ولبناء شخصيتنا. أما الإنسان اللي بالنسبة له دائما هو على حق والناس كلهم مخطئين، أو أنه يجادل في لا شيء ومن أجل لا شيء، ولا نتيجة ولا ينتظر أي نتيجة من هذا الجدال، فهذا جدال مذموم. وإذا تعرفت على أي شخص بهذه الصفة اتركه واذهب لحال سبيلك، لأنه سوف يتعبك في حياتك وسوف يرهقك نفسيا وجسديا. أتمنى أن أكون قد وصلت لكم واحد الفكرة اللي هي منتشرة، كاين هاد الناس ماشي موجود، هاد الناس موجودين، هاد الأشخاص
وهي فقط نصيحة لي ولكم، وأتمنى لكم كل الخير، وكذلك وأترككم في أمان الله ورعايته، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.